بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. رحب بالأخت الكريمة والسادة الكرام في هذا الاجتماع المهم. عندنا حقيقة عدة تحديات، وتحديات كبيرة ما تحصل في كل يوم، ما تحصل في كل عام، ما تحصل في كل بلد. الآن على مستوى عالمي وعلى مستوى عراقي هناك تحديات كبرى. أولا عندنا لا تزال أزمة سياسية معلقة، حكومة تصريف أمور يومية، وزارة مستقيلة. عندنا أيضا أزمة كورونا، وعندنا اليوم أيضا انهيار أسعار النفط. وهذه كلها أشياء كبيرة وحساسة، لكن تستدعي القلق، لكن ما تستدعي الفزع وروح الإحباط والانهيار وكأنما كل شيء انهار. هذا غير دقيق. العراق بلد قوي، وبرهن أنه بلد قوي دائما كان يضع أمام مخاوف، وأن العراق سينهار وكل شيء سينهار، وما انهار العراق في كل حقبة من حقباته، واستطاع أن يتجاوز أكبر المصائب. واليوم أيضا هو قادر على التجاوز، فهو بحاجة إلى روح تفاؤلية وروح لرفع المعنويات والبحث عن الإيجابيات أينما أمكن، وعدم البقاء عند السلبيات، بل على العكس التخويف واختراع سلبيات إضافية مصطنعة هي غير لا تزال غير موجودة. لكن هذا كله يقود إلى شيء من روح اليأس، وعندما تحصل روح اليأس تنفقد المبادرة وينفقد التفكير الصحيح، ولا يتم استثمار الأمور بشكل صحيح. لن أتجاوز. سيد وزير النفط هو أقدر مني في تشخيص الأزمة النفطية، لكن أستطيع أيضا أن أبين بعض الأشياء في هذا المجال. أن أسعار النفط قد تكون انهارت إلى النصف، 30% اليوم، قد تنهار أكثر من ذلك، وتنهار إلى أقل من 30 دولار. الأسعار باحة كانت 32 دولار، صعدت شوية. نعم، دي يصعد بالدقائق 36.7 حسب الأسواق، تنفتح الأسواق الآسيوية، الأسواق الأوروبية بعدما مفتوحة، وتأثر على مثل هذه الأشياء. لكن احنا بالعراق صحيح نعتمد على النفط، صحيح القطع الأجنبي أكثر من 90% يعتمد على النفط، لكن هذا قطع أجنبي. صحيح موازنتنا تعتمد إلى درجة كبيرة أيضا على النفط، لكن أيضا خلينا نشوف للحقائق من الجانب الآخر. يعني نفترض أن سعر النفط هبط إلى النصف عما كنا نتوقع، خلينا نعتقد معدله سيكون 30 دولار برميل، 60 دولار برميل بمعدلات الإنتاج السابقة رفلي بشكل عام، لح تنطينا حوالي 70-75 مليار دولار من واردات نفطية. فإذا نقصناها إلى النص لح تنطينا حوالي 30-40 مليار دولار سنويا. هذا هو سقف معقول واقعي للنظر إلى المسائل. هذا ما يعني إفلاس دولة، ولا يعني إفلاس اقتصاد، هذا قد يعني أزمة في الموازنة، وفي أن الموازنة نحتاج إلى مراجعتها، ونحتاج إلى مراجعة كثير من سلوكياتنا. إخواني العراق، ارجعوا إلى كل الإحصائيات الدولية، البير كابيتا مالته في 2019 كان أكثر من 17,000 دولار، واللي عنده معلومة أخرى خليه يقول. ارجعوا إلى كل إحصائيات مال World Bank، مال IMF، مال CIA، تضع العراق تنطيل مرتبة 34 في العالم بالنسبة إلى البير كابيتا PPP، يعني السلع شقد تعادل عندنا، شقد تعادل في العالم، يضعنا في المرتبة 34، وال34 مرحلة متقدمة. ورانا كثير من الدول اللي عندها مشاكل اقتصادية. نقصان 30 مليار دولار من الناتج الوطني الإجمالي
ما لح يغير، لح يغير أكيد، لح يسبب أزمات، أكيد لح يسبب أزمات، بس ما لح يخلي وضعنا يصير دولة مفلسة. وإلا إذا إحنا دولة مفلسة لازم 100-150 دولة تفلس ويانا، أو على الأقل الدول المنتجة للنفط تفلس ويانا. يعني الأزمة الاقتصادية ستكون أزمة كبيرة، خصوصا بلحاظ انتشار الكورونا. اليوم بلد كبير مثل إيطاليا أغلق، الاقتصاد الإيطالي اليوم هو الاقتصاد السابع في العالم، هذا الاقتصاد أغلق. اليوم الاقتصاد الفرنسي مهدد، اليوم الاقتصاد الإسباني مهدد، بكرة الاقتصاد الأمريكي أيضا مهدد، الاقتصاد الصيني نزل إلى النصف، الكوري الجنوبي، هاي كلها اقتصاديات عملاقة، اليابان، إيران. فلا حد يقول العراق منفرد في هذه الحالة، ولا حد يقول أن العراق مجرد أن صارت مثل هذه الأزمة قد ينهار، لأن مو الناتج الوطني الإجمالي كله مشكل فقط من موارد الموازنة. صحيح موارد الموازنة شغل الاقتصاد، لكن أيضا عندنا موارد كثيرة معطلة. إذا هاي الأزمة قدرنا نستل هذه الموارد المعطلة ونحركها، نكون أنجزنا شيء لم نكن قادرين عليه في فترات البحبوحة، في فترات إحنا نترها. وأنتوا أخذوا وأنا أقول لكم وتوافقوني، المطالبات الصعبة علينا رغم المطالبات الجماهيرية والمطالبات الشعبية تزيد من الإنفاق العام، هذا صحيح، وأحياناً بها سلبيات، أحياناً بها سلبيات، لكن السلبيات الأكبر تجي من المطالبات من دوائرنا، تجي من المطالبات من وزاراتنا، من دوائرنا، من إدارياتنا اللي عندهم بدائل. يعني عنده مولدة كهرباء لكن شوية عاطلة، يراد لها الصيانة وما يسوي الصيانة، يطلب وحدة جديدة. نهاية العام باقي عنده فضلة في الأموال، هو ما يرجعها إلى وزارة المالية، يسويها في أمور حدائق، نافورة، يجدد فيها السبليت إلى آخره، فيطالب بموازنات إضافية. إحنا ما عندنا موازنات في دوائرنا تدرس حقيقة حاجة الدائرة أو حاجة الوحدة المالية للصرف الحقيقي. إحنا كل سنة نضع نسبة 5-10% زيادة نزيد، لذلك دائما تشوف عندنا سير نحو تضخيم موازنات الوزارات بدون أن يكون هناك مراقبة اقتصادية، لا عندنا حسابات أرباح وخسائر، لا عندنا حسابات ختامية تراقب. حاولنا أن نسوي البرنامج الحكومي، وحاولنا أن نسوي ميزانية الأداء والبرامج حتى نقدر نراقب صرفياتنا بشكل جيد، ومع الأسف يعني الحكومة استقالت، وإلا كان قدمنا في موازنة 2020 موازنة نبدأ الخطوات الأولى باتجاه موازنة الأداء اللي نقدر نراقب بأداء مؤسساتنا بشكل صحيح. أعتقد لا يزال وضع البنك المركزي سليم من حيث احتياطاته ومن حيث العملة. أعتقد نستطيع بإجراءات مالية ونقدية، وحاولنا في أعوام 2015 عندما انهارت الموازنة وانهارت أسعار النفط إلى 27 دولار، استطعنا بإجراءات أن نتجاوز الأزمة. وأكيد السيد المحافظ يؤكد كلامي أن عندنا أموال سائبة لا تقل عن 30 مليار دولار في الأسواق. شنو اللي يمنع أن نسوي إجراءات لسحبها؟ أكو محاولات لسحبها، يمكن هاي فترة جيدة أن نسحب مثل هذه الأموال إلى المصارب، ونقدر نغطي جزء رئيسي من موازناتنا الاستثمارية، على فرض أنما نوفر من واردات النفط كافي لموازناتنا التشغيلية إذا جينا ورشدنا الموازنة التشغيلية. الأزمة إيش قد لحطوا الأشهر سنوات؟ ما أعتقد سنوات، لأن هذه حرب أسواق، هذه حرب حصص في الأسواق. الذي سيقاوم هي الاقتصاديات عندها حصانات كافية أن تقاوم، واللي قاوم هي النفوط صاحبة الكلف المنخفضة. نفوطنا كلف الإنتاج فيها منخفضة، دائما أقل من 10 دولار، فبسعر 30 دولار يبقى نفطنا قادر على المقاومة. ومبارحة كنا في سومو وكان هناك
بحث في هذه القضايا لا يزال نفطنا نفط مطلوب في الأسواق العالمية، وإحنا عقودنا إلى نيسان كلها وقعناها، وقد يزيد الطلب طبعا إذا فلت الإنتاج ورفعة القيود اللي كانت موضوعة اللي خفضنا بسببها حصة الإنتاج العراقي في سومو في أوبك، نحن نقدر نرجع نزيد بعض الإنتاج. هل أكو شهية في الأسواق لزيادة الإنتاج؟ الجواب قالوا نعم. ليش؟ لأن الأسعار المنخفضة لح تشجع على الخزين. دول الآن تذهب إلى خزين بعد ما صار أكو هامش فارق في الخزين الموجود، الآن تعوض بنفوذ رخيصة الثمن. هذا احتمال طبعا، هذا تقدير موقف، لكن تقدير الإخوة في سومو كان هكذا، أن سيبقى نفط مطلوب، وما عرض عليهم كان يغطي قدرتنا الإنتاجية، وأكو فائض ممكن أن نغطيه في الأشهر القادمة. الآن هل هذا سيؤثر على طرد نفوذ غالية الكلفة؟ كل التقديرات تقول نعم، كل التقديرات، وأن سبب هذه الحرب هو أن روسيا لم تعد تقبل أن تخفض إنتاجها، ومن يستفاد من هذا التخفيض هو الشيل أويل النفط الصخري الأمريكي على حساب نفوذ أوبك. إذا هذا حصل، وهذا بدأ يحصل، ارجعوا اليوم إلى كل الصحف المختصة الأمريكية، بدأ يحصل. ليش؟ لأن الشيل أويل يعتمد أساساً على ديون من المصارف، وكلها على الحافة، وكلها ديون يجب أن تمول ويجب أن تسدد، وقطاع هش من الناحية المالية. فبالسعر العالمي الحالي معظم هذه الآبار ستكون خاسرة، معظمها إلا العدد القليل منها، فالآخر لازم يشتغل بخسارة أو يقلل إنتاجه. تخفيض الإنتاج رح يقلل العرض في السوق، رح يقلل عرض النفط في السوق، فإذا هذا قد يعيد تعديل الأسعار مجددا في السوق في مرحلة ما أعرف شهرين ثلاثة ستة أشهر. ما أقدر أقول، أنا مو مختص بالأسواق الدولية، لكن كتقدير عام ما شفناه سابقا هذا اللي حصل. حفارات صحيح ازدادت بالفترة الماضية بسبب تخفيض حصص الأوبك وروسيا استفادت منها أمريكا، الآن قد نشهد انخفاض في الحفارات وفي الاستثمارات. الاقتصاد الأمريكي إذا تحرك بهذه الاتجاهات ستكون اتجاهات كبيرة وخطيرة، وهذا متوقع، وهي الحرب، هاي الحرب الموجودة. فهذا اتجاه يجعل عمر الأزمة قصير، يعني لا يجعل عمر الأزمة سنوات كما يتوقع، تقديراتنا، أنا تقديري ونتناقش بها، يجعل عمر الأزمة مو طويل جدا كما يتوقع، بل قد يطرد نفوط غالية الثمن ليس فقط في الشيل أويل، اليوم النفط البريطاني، النفط المكسيكي، نفوط كثيرة معدلات الإنتاج بها أعلى بكثير من $40. كل النفط البريطاني هو أعلى من $40. أكو نفوط كثيرة عليها أن تنتج الآن بمعدلات خاسرة، وهذا سيكون صعب عليها، خصوصا في نظام رأس مالي. النظم المركزية، النظم الاشتراكية تستطيع أن تقاوم، لكن نظام مفتوح سيكون من الصعب الحفاظ على كل هذه الاتجاهات بشكل بدون آثار اقتصادية كبيرة. ثانيا، إذا كان سيحصل العكس، إذا كان المنتجين في أوبك زائد مع روسيا لح يشوفون أن أوضاعهم بهذا الشكل ستكون صعبة، باعتبار أن اقتصادياتهم مهما تكون هشة، زين الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير، الاقتصاد السعودي يعتمد أقل لكن أيضا بشكل كبير، والكلف كلف بريك إيفون بوينت مالته مال النفط ليغطي الموازنة حوالي $80، مو $40، $80. إذن سيكون هناك ضغط كبير على الاحتياطات السعودية المالية، وهذا عامل ضغط يقود إلى محاولة إيجاد حلول وعدم الاستمرار طويلا في هذه الحرب. روسيا أقل اعتماد، بين حوالي 35% تعتمد روسيا على النفط، عندها قدرات اقتصادية كبيرة،
إضافة إلى أن النفط الروسي عموما كما يقال نفط داخلي، يعني نفط تقدر السيطرة كثيرا على مسألة تسويقه أو على مسألة السيطرة عليه أكثر من بلدان أخرى. لكن مهما يكون روسيا أيضا ستتضرر على الصعيد القريب، فبالتالي أيضا يكون هناك ضغط لإيجاد حلول سريعة وعدم البقاء في حرب أسعار. بالاتجاهين بالحالتين سيكون الضغط باتجاه إيجاد حل معين، إما خروج نفوط معينة عالية الكلف أو رغبة الدول هشة الاقتصاديات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول. أضيف إلها أزمة كورونا. أزمة كورونا الآن أضعفت الأسواق كثير، وبالتالي الاقتصاديات تراجعت، الطلب على النفط يتراجع، وإحنا جايين أيضا إلى فصل صيف، أيضا الطلب يتراجع، وهذا عامل آخر مضاد. ديش العوامل الإيجابية فيما يخص قصر الأمد، هذا عامل قد يطيل في الأزمة. فإحنا اليوم هذا التقدير أعتقد مهم بالنسبة لنا حتى نضع الحلول. إحنا مشكلتنا الآن في العراق هو هذا الفارق في الموازنة، هذا الفارق في الموازنة اللي مقداره 30-40 مليار دولار، اللي قد يسبب انهيار سعر النفط من 60 دولار خلينا نقول إلى 30 دولار. هذا تقريبا هو الفارق اللي علينا أن نعالجه، إما بتخفيض نفقاتنا وإحنا قادرين، لأن إحنا عندنا كثير من النفقات غير الضرورية، يعني مو مستلزمات ضرورية للعيش ولا مستلزمات ضرورية لعمل النظام، وإنما هي نوع من الهدر المبالغ به في هذه النفقات، وعندنا كثير منها حقيقة. وتعرفون إحنا عندنا المؤسسات الرسمية وغيرها عندها أصول في المصارف مبالغ مو قليلة، قد تكون 30 تريليون دينار تقريبا مجمدة في المصارف، ومثل ما كان يعبر عنه رأس مال ميت، يعني لا رأس مال يأخذ فائدة ولا رأس مال يتحرك ولا رأس مال ينشط مشاريع. المشكلة عندنا هي عقلية الموازنة. عقلية الموازنة في العراق قاتلة. تم التدرب كأنما الاقتصاد هو فقط الموازنة، لا شيء غير الموازنة، وهذا غير صحيح. هاي العقلية المركزية اللي ورثناها خلال 60 سنة الماضية، إذا قدرنا شوية نزحزحها ونذهب إلى تفكير أكثر إيجابية وأكثر مرونة وأكثر إبداع، رح نشوف عندنا مصادر توفرنا هذا المبلغ وأضعافه، خصوصا إذا كانت الأزمة قصيرة الأمد وليس طويلة الأمد، وخصوصا إذا كان سعر النفط رح يبقى يغطينا على الأقل الموازنة التشغيلية، وهي عموما كنا نتصرف احنا هالشكل، يعني الموازنة الاستثمارية كان دائما يتم التجاوز عليها ونذهب إما إلى مشاريع متلكئة 6,000-9,000 مشروع يتلكئ، وبالتالي نخصص لها أموال، بالأخير نرجع نسحبها بشكل أو آخر من قبل الاستهلاكيات بطرق استهلاك هدر فساد، تعود بشكل آخر في التشغيليات، ولا نسوي استثمارات ونبقى نوسع في إطار استهلاكياتنا ونفقاتنا الاستهلاكية ونزيد في الموازنات التشغيلية بشكل مستمر. أعتقد أن فرص كبيرة في هذا المجال، نستطيع فعلا أن نحركها ونستفاد من الأزمة لتحريكها. أما فيما يخص الكورونا، أعتقد العراق يعني استطاع رغم كل تهكمات اللي صارت واستخفاف بالكوادر الطبية، وهذا للأسف الشديد يعني في فترة الأزمات يعني تتحد القلوب، تتحد الآراء، يتحد الخطاب، لكن نجد على العكس هناك من يبالغ في الأشياء، هناك من يصب الزيت على النار، أكو نار لكن يصب عليها زيت بدل ما يجي يطفيها ويشجع على إطفائها هو يضيف عليها أزمات أخرى، وهذا غير صحيح. وبرهنت الكوادر الطبية وبرهنت وزارة الصحة وبرهنت خلية الأزمة الأمر 55 أنها قامت بعمل كبير. يجب أن ما تنسون علاقاتنا بالصين، احنا عندنا شركات صينية كثيرة عاملة وكثير من التجار والطلبة في الصين، جوارنا لبلد مثل إيران، وهذا الجوار مو عادي مو بسيط، هذا جوار بزيارات وبحدود مفتوحة وبمنافذ وبتجارة وباتصالات كثيرة. علاقاتنا مع كوريا
الجنوبية وكلها من البلدان الرئيسية الرائدة في هذا الموضوع. مع ذلك نسبة الإصابات مالتنا لا تزال نسبة الحمد لله معقولة، ونسبة الوفيات أيضا محدودة. طبعا نأسف على أي ضحية يذهب لكن محدودة. أنا أقرأ في الإحصاءات يوميا، كلكم تقرون في الإحصاءات يوميا، معدل العراق بالنسبة للمليون نسمة لا يزال يعني إحنا 1.8% من المليون، بينما الدول الأوروبية كلها متجاوزتنا 85%، العراق 1.8%، وهذا إنجاز كبير بالنسبة إلى بلد يمر بأزمة سياسية بأوضاع مجتمعية الزيارات المكثفة. والحمد لله يعني ماكو انتشار واسع في بلدان متقدمة علينا عقود كثيرة في مجال الوقاية، نجد الانتشار بهذا الشكل يعني النار في الهشيم. هاي إيطاليا اليوم، أمريكا، فرنسا، كبار المسؤولين يصابون. فالإجراءات الحمد لله إن شاء الله ما يظهر شيء، إن شاء الله ما أريد نكون متفائلين أكثر من اللازم، لكن أيضا لنكون متشائمين بالضرورة، يجب أن نكون واقعيين. أنا حبيت أن أقول هذا الشيء. إحنا اليوم عندنا موضوعين إذا سمحتوا. الأول هو تقدير الموقف الاقتصادي وقدراتنا الاقتصادية، وين نقاط ضعفنا الأساسية في الاقتصاد عموما، وين إحنا سوينا بعض الخطوات المهمة في العام الماضي. اليوم عندنا القطاع الزراعي قطاع نشط، واستطعنا بكلف بسيطة جدا أن نشط قطاع كامل، يعني يشكل حوالي نصف العمالة في البلد، يشكل حوالي 60% من الواقع السكاني في البلد، دون الكلام عن ارتباطات المدن بالأرياف وغيرها. هذا ما صار بكلف عالية، ولا صار عبر وزارات شركات العامة هي اللي أنجزت هذا الشيء، هذا صار عبر المواطنين بتشجيعهم. وهذا بالإمكان عندما تنشط الزراعة تنشط الثروة الحيوانية، وعندما تنشط الثروة الحيوانية تنشط المعامل الخفيفة والمتوسطة، وهذا مجال واسع لامتصاص كثير من الأشياء. اليوم فعلنا إحنا اتفاق مع الصين، ودراكم هناك صندوق نقدر نغطي كثير من المشاريع الآن، نسحبها إلى وسائل أخرى من التمويل بدل ما يكون التمويل عبر الموازنة، حتى نخفف العجز عن الموازنة، وحتى نذهب إلى وسائل تنفيذ أكثر فاعلية من الوسائل البيروقراطية السابقة اللي كانت تسوي مجرد مشاريع متلكئة. فإذا سمحتوا نأخذ قسم من الوقت في تشخيص الحالة الاقتصادية وآفاقها، ثم نجي إلى الموازنة، وين نقدر نخفف آثار هذا التطور اللي ممكن أن يحصل خلال الأشهر القادمة على الموازنة، ونحاول أن نحولها من عبء كما يتصور البعض، من تهلكة إلى قد يكون عامل منشط للاقتصاد وعامل فاعل نستثمر الأزمة لتحريك كثير من الدماء الجامدة البيروقراطيات القاتلة الموجودة في مثل هذه المواقع. أعتقد إذا سوينا هذا الشيء، السؤال الأخير اللي حنطرحه، هل تقدم هذه الحكومة حكومة تصريف أمور يومية ووزارة مستقلة، هل تقدم الموازنة أم تنتظر الحكومة الجديدة؟ هذا علينا أن نجاوب على هذا السؤال، لأن إبقاء الوضع بدون جواب أيضا سيكون له كلف. أنا أشكركم على هذه المقدمة، ونبدأ بالنقاش فيما يخص تقييم الوضع الاقتصادي، وين نقاط الهشة عندنا، وما نروح للفرعيات والتفاصيل والكذا، خلنا نتكلم يعني شوتس في الأشياء الأساسية حتى نقدر نشوف وين الكتل الأساسية اللي أو المساحات الأساسية الكبيرة اللي تسمح لنا فعلا أن أما نتلافى سلبية أو نحقق إيجابية، ثم نتجه إلى الموازنة.